بقية السنة وقدوة الخلف أعلم من بقيت في بلاد المشرق والمغرب. فقيم الدين أبو العباس أحمد بن تيمية عليه موصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيمان والاختصار. والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا اليوم بمشيئة الله عز وجل سنقرأ ونتدارس هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو المسمى بالوصية الصغرى. وهذه الرسالة أجاب بها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عن سؤال وصله بطلب نصيحة، فاستنصحه رجل فأجابه بهذه الرسالة. وسميت هذه الرسالة بالوصية الصغرى تسمية ممن بعد الشيخ، تفريقا بينها وبين وصية أخرى كتبها الشيخ تقي الدين لتلاميذه ومن سار على طريقة الشيخ عدي بن مسافر. والرسالة التي أرسلها إليهم تسمى بالوصية الكبرى، ولذلك فإن كتب الشيخ سميت بعده بالوصية الصغرى والوصية الكبرى، وهذه هي الصغرى. وسميت صغرى لأجل أن حجمها صغير ومسائلها قليلة، ولأن سائل النصيحة فيها وهو أبو القاسم المغربي طلب الإيجاز والاختصار، كما مر معنا قبل قليل في قراءة القارئ حينما قال السائل كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. وعادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يكتبون وصايا ونصائح، ثم إن هذه الوصايا والنصائح قد يتداولها الناس بعدهم وتنتشر انتشارا كبيرا. وقد وجد العشرات من هذه الوصايا والنصائح التي كتبها عدد من الأعلام، إما كتبوها إجابة لناصح طلب النصيحة، أو أن تكون كتبت ابتداء من غير طلب، وقد تكون كتبت لتلميذ أو لولد، كما في رسالة أبي الوليد الباجي المالكي في نصيحته لابنه، ومثل رسالة أبي الفرج الجوزي في نصيحته لابنه كذلك. وقد تكون تلك الوصية وصية لمن بعده بعد وفاته. ومن الوصايا التي وصلتنا بعد الوفاة وصية أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الموفق رحمه الله تعالى، فإن وصيته هذه كتبها لمن يعيش بعده ويرث ماله وعلمه، وفيها نصائح عظيمة. المقصود أن هذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة مهمة وعظيمة، طلب فيها السائل أربعة أشياء. أول هذه الأمور الأربعة طلب بأن يوصي بما يكون فيه صلاح الدين والدنيا. والأمر الثاني طلب من الشيخ أن يرشده إلى كتاب، أي واحد، يكون عليه اعتماده في علم الحديث، ثم قال وكذا في غيره من العلوم الشرعية. والثالثة حينما قال أن ينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. والرابعة بيّن له ما هو أرجح المكاسب، وقصده بأرجح المكاسب أي أفضل المكسب الذي يكسبه في الدنيا من المال والرزق، ما هو الطريق الراجح من هذه الطرق الذي يرجح له أن يكتسب به المال. وقد أجاد الشيخ تقي الدين في الإجابة عن هذه الأمور الأربع، فلم يخل بأي من الأسئلة الأربعة، بل أجاب عنها جميعا، ولكنه قدم بعضها على بعض،
وإنما أجاب بها كما سئل عنها ولم ينشغل بأحدها عن الباقي. وهذه الأسئلة الأربعة فيها جماع الأمور كلها، فإن الوصية بما فيه صلاح الدين والدنيا تشمل كل شيء، والكتاب فيه العلم، وأفضل الأعمال هذا يتعلق بأعمال الجوارح للآدمي، وأفضل الأكساب. فسأله عن ثلاثة أشياء: أفضل العلم وهي الكتب التي يتعلم بها، وأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، وأفضل وسائل كسب الرزق التي يكتسب بها الرزق في حياته الدنيا. وقد أجابه الشيخ تقي الدين إجابة ناصح كما سيأتي في كلامه بعد قليل إن شاء الله. نعم.